دعم المصاب بفقد الحركة وشتت الانتباه في مكان العمل له أهمية كبرى، بحيث يساعد هذا الشخص على تقديم أفضل ما عنده وتحقيق أفضل النتائج، وكثير منها غير مكلف وسهل تطبيقه. منها ما له علاقة ببيئة العمل، مثل تحسين طرق إيصال المعلومة وجعلها بشكل مكتوب أو بصري، مثل قوائم المهام والبيانات الحائطية. منها ما له علاقة بتحسين مساحة العمل وتمكين الشخص من العمل في أقل بيئة تحتوي على مشتتات، أو السماح باستخدام بعض الأمور المساعدة على تقليل المشتتات مثل السماعات العازلة للصوت. ومنها ما له علاقة ب يعني طريقة سير العمل، فمن ذلك مثلا إعطاء المهام بشكل مفصل بدل من إعطائها في مهام كبيرة، تعطى في مهام صغيرة مفصلة للشخص، بالإضافة إلى إعطائه مساحة وقت أفضل للعمل عليها، بالإضافة إلى تمكينه من استخدام أي تقنيات قد تساعده في إنجاز المهام بشكل أفضل. كما أنه من المهم توفير التدريب اللازم للمهارات التي قد تلزم هذا المصاب في بيئة العمل، مثل مهارات تنظيم الوقت وإدارة الأولويات. وفي الأخير، من المهم للشخص المصاب بفقد الحركة وتشتت الانتباه أن يتأكد أن مجال العمل وطريقته مناسبة له ولقدراته.